السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، موعد مباراة نادي أتلانتا الإيطالي أمام نادي أرسنال الإنجليزي بإذن الله تعالى. مباراة قوية اليوم الخميس 19/9/2024، اليوم بإذن الله تعالى الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت ليبيا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، و7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قررنا كل المباراة قناة بين سبورت اتش دي 2 الثانية والمعلق علي سعيد الكعبي. ملعب المباراة ملعب استاد جويس، الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.